لقد مر العرب من هنا. مباراة باريس سان جيرمان وسانتيتيان تعيد للأذهان تلك اللوحات الجميلة التي كان يصنعها الجزائريان مصطفى دحلب ورشيد مخلوفي. فالأول نقش بأحرف من ذهب تاريخ البي اس جي بيسراه، والثاني لا يزال يمثل أسطورة سانتيتيان بأهدافه التي لا تزال صامدة. دحلب أمضى قرابة 10 سنوات في النادي الباريسي، وانفجرت موهبته تحت قيادة المدرب الشهير جيتس فونتان، وساهم في الفوز بعديد الألقاب. موموس مثل ما يلقب في الجزائر كان سما قاتلا في دفاعات النوادي الفرنسية، وسجل في مسيرته 100 هدف في 410 مباراة، كانت كافية ليتقمص دور السفاح ويرعب كل نادي. دحلب يحتل حاليا المرتبة 3 في قائمة هدافي النادي العاصمي على مر تاريخه، ولا يزال يحظى بالاحترام مثل ما كان يحظى به وهو يهز شباك المنافسين ويبكي الخصوم. لا يمكن ذكر نادي سانتيتيان دون التطرق إلى جزء من ذاكرته التي صنعها الأسطورة رشيد مخلوفي ب 111 هدفا، ويحتل مخلوفي المركز الأول في قائمة هدافي النادي الأخضر منذ نشأته. مؤخرا واعترافا منها بما قدمه هذا الجوهر للنادي، تم منحه مقعدا دائما وباسمه في المنصة الشرفية لملعب جوشار. عشر مكوفي سانتيتيان لديو كما زيدان رايتيان سيتي لوم شو دير لوم اوركستر لوم ايتي تيلمون جونتي ايتي تيلمون سيرفيابل جينيرو. مخلوف الذي ترك سانتيتيان ليلتحق بفريق جبهة التحرير الجزائرية إبان الثورة لم يفقد شعبيته، وعاد للنادي الأخضر بعد الاستقلال ليتوج معه من جديد ب3 ألقاب للدوري وبكأس فرنسا وكأس الأبطال. مواجهة باريس سان جيرمان وسانتيتيان هي مباراة التاريخ والذكريات، مباراة الأشول دحلب والأسطورة مخلوفي، مباراة الذاكرة واللعب الجميل.